نبدأ من ملف الاستثمار العراقي في سندات الخزانة الأمريكية والتي نشهد فيها طفرات كل عدة أشهر، حيث وصلت إلى ما يقرب إلى 24 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب تقارير وزارة الخزانة الأمريكية. برأيك كيف يمكن قراءة التوجه لزيادة هذا النوع من الاستثمار؟ تحياتي مرة ثانية. الحقيقة بغض النظر أنه إحنا ننظر إلى موضوع استثمار العراق في سندات الخزانة الأمريكية، أولا هناك زاوية معينة. معظم دول العالم اللي لديها فوائض نقدية تذهب للاستثمار في هذا المكان، سندات الخزانة الأمريكية، وأكبرهم الصين. هذا جانب. الجانب الآخر أنا أنظر له، أولاً باعتقادي الرقم أكثر من 24. أمامي تقرير يقول 31.2. عجبا، هاي 31 لدى سندات خزائن أخرى، هذا موضوع آخر. اللي أريد أقوله أعزائي الكرام أنه عملياً إحنا مطمئنين أنه أموال للدولة العراقية محفوظة في مكان أقدر أقول أمين، وليس الغاية منا الربح. نعم. الغاية منا الحفاظ عليه، الحفاظ عن من تقلبات المتوقعة لأسعار الدولار، ولو التقلبات إذا صارت شديدة قد نتأثر، وهذا غير منظور بالزمن المنظور. لذلك هذا، هاي زاوية أخرى. الزاوية الثالثة أعزائي، إحنا عمليا نرى انه الاموال العراقيه التي صرفت خلال ال 17 او 18 سنه الاخيره عمليا لم تجني فوائد وارباح حقيقيه للعراق. ناهيكم عن سوء ادارتها، وناهيكم عن حجم غير معروف ذهب هباء يعني بالفساد، سواء بالسوء الاعمال التي نفذت او نعم استاذ عامر باي شكل من الاشكال الاستحواذ عليها. لذلك أنا أقول وجود أموال للدولة العراقية إلى حين تحسين أسلوب إدارة الملف المالي والاقتصادي، هذا أمان لنا. هذا الجانب الثالث اللي أنظر له. الأكو زاوية رابعة الحقيقة، إذا تسمحي لي فرصة لها. الزاوية الرابعة أنه إحنا هي سندات الخزانة تشكل جزء محدود من موجودات البنك المركزي العراقي، بما معنى موجودات الدولة المالية للدولة العراقية. يعني بما معنى انه احنا لدينا الموجودات تشكل، يعني خلينا نقول بعبارة افضل للمستمع الكريم ولحضراتكم، استثمارات البنك المركزي العراقي الخارجية تشكل 30% من موجوداته. للعلم يعني نعم هناك رقم أكبر من موجودات البنك المركزي العراقي